للأسف احنا بنغفل المية، يعني تملي. احنا لما بنيجي بنحضر اللانش بوكس ممكن نحط للطفل علبة العصير او علبة اللبن وبننسى نحط له ازازة المية. يمكن المية اهم من اللبن والعصير، ولازم نحط لأطفالنا ازازة مية، ونعلمه كمان ان المية لو خلصت في المدرسة خصوصا وقت الصيف وحرارة الجو العالية، اكيد كل مدرسة بيبقى فيه مكان الطفل بيملى فيه ازازة المية بتاعته، فلازم نعوده ان هو يشرب مية كويس جدا في المدرسة. طبعا التحصيل الدراسي بتاع الطفل، كل وظائف المخ، كل عمليات التمثيل الغذائي اللي بتحصل في الجسم محتاجة مية. الجفاف بيؤدي ان الطفل يشعر بالخمول، يشعر بالكسل، الاستيعاب بتاعه هيبقى وحش، فاحنا لازم نشجع اطفالنا على شرب الميه. لو الاطفال بتكره الميه او مش عايزه تشرب ميه، ممكن دلوقتي في يعني اللي هي ديتوكس ووتر، ميه مثلا تحط له فيها فراوله، تحط فيها شرايح ليمون، يتحط فيها ورق نعناع، يتحط فيها مكعبات بطيخ، في طرق كبيره كتيره قوي ممكن نحل بيها المية. بس يمكن أهم من كل ده إن احنا من البيت نعود أطفالنا إن هم يشربوا المية ويحبوا المية، وبالتالي في المدرسة برضو هيركزوا على المية، وما ننساش نحط في اللانش بوكس يوميا إزازة المية.